خويا كنحييكم من هنايا من مدينه بريكسال اخويا. كان انا غادي نعقب على حاجه وحده، على ذاك الشخص ديال اللاعب وليد ازارو اللي مشى احترف في الديار المصريه اللي لعب مع الفريق الاهلي فريق القرن. انا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش فيه وهو انه دار التعليق ديالو بالدارج باللغه المصريه، هو مغربي ودار التحليل ديالو كله باللغه المصريه. توفيق من عند ربنا، وبشكر اللعيبه اللي كانت بتدعمني والجمهور اللي كان بيدعمني عشان اجيب جول. هي مساله وقت بس، وانا مش ممكن اتخانق مع قدره ربنا عشان اجيب. انا كل ماتش دي انا يعني مش يعني هو انا عاوز مش عاوز اجيب جوان. انا طبعا عايز اجيب، يعني بتشبع الافلام المصريه في المغرب. هو مغربي، مني داروا معاه السجواب، مني داروا معاه السجواب خصو يدوي بالمغربيه. الدب مغربي ديما مغرب وديما ولدان، كنموتوا على الوداد وكنموتوا على الدرابو ديال البلاد ديما حمراء ونموتوا على الدرابو.